معناتها الحالة إذا كان في شخص نقول إنه هو معالج محترف، معالج محترف، معالج محترف، بعد فترة الأسير تبعه حيصير أخذ علاج، ومجرد ما يقرب إيده على أي جسم شخص مو بدي أقول عندي لمسة الشفاء، لمسة الشفاء، لمسة اللمسة الأسيرية، أو هي مو لمسة أسير، لمسة الأسيرية الشافية. طيب معناتها الحالة صار مجرد ما يقرب إيده على مين ما كان حيشفيه. تمام. طيب إذا مثلا هذا الشخص بده ينتقل ل يعني أخذ هون هالته صارت بس شفاء، أو يعني صارت برنج على شغلة وحدة، شلون بده يقلب على شغلة ثانية؟ ما هو مشكلته هذا بيكون مثل من دون علم، مثل ده كنا نسمعه من زمان، يروح لعند الشيخ ويقول لك كبسه قام زبط، هو ما بيعرف شو عم يعمل، بس بيعطيك شغله واحده بس تيجي انه يفهم القصه بيعطيك شغله مؤقته، فبتروح لعند الشيخ كبسنا الشيخ والله ارتحنا، بس ما عالجنا من الكلام وما عالجنا من ريحنا هي، فهون بياخذ بس راحه مؤقته، تروح لعنده بتقول لك والله طلعت لعنده ما في شيء وصلت على البيت ولا ويلي وصلت لعند السماء، هذا بيكون اسيري وغلاف، ولكن جوهريا هو ما بيعرف شيء. لا طبعا، لأن الأسير هون هو كمان والله أنا غلفت الإبرة الصينية وغلفت الجسم وما بعرف أضرب وين الإبرة الصينية، لا تخيني يعني مو كمان صارت سحر إنه خلاص كان، لا أنا ما بعرف أضرب الإبرة الصينية بس أنا ما بدي أخلي الشخص بهالإبرة الصينية يتألم. آه في ناس عم لمسة الشفاء، إيه في هاي في تغير هلأ، في هلأ في لمسة شفاء نابعة من كلمة، في لمسة شفاء نابعة من الداخل، في لمسة شفاء نابعة من الداخل بتسحب طاقة هدول اللي بيحبوا كتير، اللي عندهم طاقة السلام والحب، فبيضلوا بيطالعوا ولا يموتوا. فهمتوا علي؟ مستهلكين. عاطفين مثلا من أكثر الشغلات اللي مثلا هلا أنا ضدها، وفي ناس كتير حتى فن طلابني عم يوقفوا ضدي فيها، نكون أنتوا اللي عم تحكوا بالسلام وبالحب، أنتوا أشخاص عم تستهلكوا طاقتكم وما عم تعملوا شيء، أنا ما بدي تيجي تحبني يا أخي وما في تركتني بالسلام وأنت حامل حالك شقفة شحاد وأنت مريض، ما بدي تركض تحبني، شو استفدنا هلا؟ والله يا أساس زيادة بحبك أنا، بس والله يا المطعم على حسابك اليوم ما في مجال أنا، والله يا أساس كل يوم بدي أشوفك بس ما في مجال علمك شيء والله، بس أنا حبا بحبك، إيش الفائدة بهالحب؟ المرأة تعجيب رجال بيحبها خيرات الله تمام وما بيصرف عليها بتقبله، فشو عم تقولوا لي؟ والله يا جماعة أنتوا بالسلام، تعالوا رجعوا لي فلسطين بالسلام. والله هلا درس الأسير طولي بالك ما وداخل هلا. ما له دور الأسير في الرياض. شغلتها خلينا بالدرس. ففهمتوا الفكرة، وعلى فكرة في كتير من الأشخاص اللي هم من أوروبا اللي دخلوا لعنا هون بسوريا. الوطن العربي بشكل عام مو بسوريا، هي الكذبة الجديدة اللي نازلة، وهي انه كيف انا شلحق مصرياتك بالحب وبالسلام واتكلم عنك بالاخلاق باخر شيء اسحب منك فلوس، بيجي واحد والله رايحين احنا نعمل دورة روحية حب وسلام، حبيبي الحب والسلام بده دورة؟ والله اذا انت الحب والسلام تبعك بده معلم ليعلمك الحب والسلام فانت زلمه اكيد مريض يعني. هيا يجيبوا هذا بعدين لو 5000 دوره وهو ما طبعا عنده طاقه هذا اسمه شو؟ هذا شو اسمه؟ معناته الدوره واحد يرشح حاله للانتخابات يعني، هي هي قصه شو هي؟ شو حمام بيضاء شو استاذي؟ نسألك هلا انت نسألك سؤال واحد هلا، اذا شفت واحد فير انا طير له حمامي لما يذبح له حمامي وطعمي احسن له. شو يا عم نضحك على بعضنا يعني؟ هذا الحب الحي، يكون عندك حمامي والله انا بربي حمام بيض، بدل ما طعمي الحمام خليني انا الحب الحقيقي اذبحه وطعمه للفاره يا استاذ.
الناس جوعاني مو دي. والله يا جماعة الحب روح امسك حمام أبيض وطيره لك عمي. والله أنت بدك تجي حالك لمجلس الشعب بزرعة شو ها هاي هاد اسمه بيع شو هذا حكي تمام مو موجود لا بالديانات ولا موجود بجي. هذا ناس برافو فعل ورجيني أنا قصة ورجيني هي. والله لقلكم شغلة شو بعد بتحبوا في مرأة لك ابنك إذا قال لك بحبك ولزق فيك شو بتعملي فيه؟ هل عنا يا هو مع شغلك هو ما يعمل يحبك ويعانك ماما وكذا يجي حدا بده يخانق ماما اذا في احب على قلبك لا تزعلي مني. لا 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 يا مخلوقه شو ها هذا حب مدمر. بكره بروح بتجوز وحده وبرجع بحبها بتركيك. هدول اللي بحبوا هدول يقعدوا ثمان جانبهم. هي اللي بتلزق فيكي بحبك هو ذا ابني ما بده يكبر بده يكون تعلم كرجل مو يتعلم ولد على انا بامه. شايفه هذا الفرق اللي بتحبه اذا بتحبيه مزبوط تحبيه رجل. شوفي انا ابني يا تمام ما بتحبه انه شو لزقان فيها ماما 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 شو ها مسافر اذا الواحد بحب عيلته ما في مشكله يتفانى اذا كنت قويه وليس ضعف. تشتغلي عندك مال وشو تفانيكي لا يؤثر عليك يعني فهمت علي ما تكوني شو لا هذا بعصفية غشمنة. بدك تكوني انت ضابطة للضبط الآخرين. ايه لأنه انا من مبدأ مشان ما تعمل فكرة غلط يعني انا من مبدأ انه الرضا وانه انه انا حابه اكون حدا منيح كثير مع رب العالمين. ما بقدر اتعامل مع رب العالمين غير بالعلاقه. انا جيده معك بس كيف لانه انا حابه اكون جيده مع الله. ممتازه بس اول القاعده الرئيسيه انت ظابطه امورك جدا وموفقه في حياتك. ظابطه امورك ظابطه امورك اذا ظابطه امورك وظبطي بعد منها ناس كذا هيعمل لك. لا انا بحس لا اموري ميسره خلاص ممتاز ممتاز بس مو يجي واحد يمرق كبوات. بس انا اجتمعت فيك بزمنان في بالزمنان فتره ايه ومش سنتين يمكن ما صار لسه شي سنتين ايه اخذت من حضرتك هيك كان جلسه بيني وبينك فاستفدت كثير منها وبناء عليها بلشت ترك ليش عرفت كيف حتى لا ظبطت الامور اكثر يعني حسيت حالي انا صرت فيني اقول لا شو مني هالقصة مشان تفهموا شو هو الأسير وشو حالة التفاني اللي عم تصير بالناس ما بيفهموها. مرة كنت أنا عم نعمل دورة مرتبطة بالهلال الأحمر فجايين منتسبين بدنا يتدربوا. المنتسبين في لهم شروط طبيب ممرضة أشخاص أصحاب مال. لقيت لك واحد متفاني تفاني مرعب وكلنا طاير عالم فيه. انت انا هيك بدي عمره عمره الولد 18 سنة. ناديت له شغيل هذا تبع 18 سنة اكتر من الدكاترة. قلت له شو عم تعمل هون؟ قال انا متطوع وا 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 ومن الصبح للمساء. قلت له ممتاز قال لي بدي استفاد منك شان صير أنا متطوع أو جيد جدا. بدي أسألك سؤال شو دارس؟ ما له دارس بكالوريا ولكن عامل أولاد مرعبة بالهي. شو بتشتغل؟ طلع ما بيشتغل. أمك شو؟ أمه أرملة. قلت له أنت ليش عم تعمل هيك؟ قام شاء الله. قلت له إن شاء الله رجع لدراستك لعند أمك. صفن فيه هيك قال لي بدي ساعد الفقراء بدي ساعد الناس. قلت له مشان الله رجع لعند امك. انت منين انت عم تدور من الصبح للمساء؟ امك ما بدها خضره. امك ما بدها مين يجيب لها ما عندها غيرك شب. بتروح تساعد امك الارمله وتروح بتشتغل وبتدرس وبكره بتصير دكتور بعد بفوت هون عنا. نحن هون الف واحد لقلوا عنا مثل حكايتك. نحن ما لنا بعازه تقليق بعازه نحن دكاتره. الواحد يعطي بيكون هو الفوز. تمام. ها شو بدي اياه؟
هذينك حاطين اللؤلو تحت ايديه هون، بس هذا مدمر. ما بده هذا ينصحه، صح انا واحد مثل هذا ولا، ونحن مشان النازحين كذا ترك امك، إيه امك بعاستك اكثر منا، منين عم تصرفوا؟ على الله. شو على الله؟ روح يا عبد الله تعلم، روح ادرس، طول عمرك انت بدك تصير اذن هون، عندك الذكاء والمقدره. هذا هو اسلوب هذا يستخدم حب والسلام والدنيا واخره، هي لزوات شو الاشخاص اللي عواطفهم، هذا افيون الشعوب المسكن اللي بيعطوك اياه. مشان هي نحن بلد ونحن اشخاص نعتمد على القوه وعلى المال. بسالكم سؤال، يجيني ألف واحد، يجيكي ألف واحد بيحبك ومعتمد عليهم، لما يجيكي واحد وسط ولكن هو صاحب مال وسلطه، مين القوى وعلم؟ هذا تبع الحب، اذا مرضتي بيعرف يعالجك، بيعرف يحملك، بيعرف يقيم بحياتك، لك شو بده لك اذا جعتي بطعميكي، بشد طعميكي حب وما حب وكذا. في جزء من الحياه هو شو مرتبط، ما عم نقول لك احنا ما بدنا حب، في جزء من الحب عم نقول ايه، بس مو دليل الحبيبه اللي اللزقه اللي ما بيعملوا شيء، شو بيساوي بالحياه؟ حتى لو قريبين علينا، والله عندي حدا من قرايبني بحبني دائما لزقان بخليتي، انا عندي في بدي مف، انا بحبك من قلبي، من وانا بحبك بدي انا كل يوم بدي اشوفك، ولا انا مالي فاضي لك، انا عندي شغلي، عندي عملي، عندي ايام من الصبح للمساء، اما انا وقت بيكون في عندي وقت فاضي بقعد، لكن انا وياك شو بدنا نقعد؟ والله الله يرحم ايام زمان، شو ختيرنا وعم نموت، الله يرحم ايام زمان طلعنا على التقاعد، روح اشتغل يا ابني، شو بدك انت واذا كنت رفيقي؟ هي باعة العواطف البالية، هي التنابل. هلا هاد اللي بيتأثر شو اللي بتكون تفهمه، نحن بدنا أمة وبدنا ناس شاطرة قوية بتكسر الجليد، بتكسر الحجار، بتصل حب وغرامها بمطعم خبز. يلي حابك هلا بكره تطلع حبه بنص وشك تبقبي وما معه مصاري ياخذك لعند عبيل تعمل لك ليزر، بيروح بلاقي غيرك وحده ما لها حبه. فهمتي يا ما فهمتي؟ ما فهمتي نستنى يطلع الحب بوشك بس ونشوف شو، انت فاهمه شو القصه؟ فبنرجع لهنا، معناتها في عندنا شغله، شو هي؟ قانون الجذب الحقيقي اللي عم يحكوا عليه الناس موجود وين؟ بالاسير، بالجذب. قال في عنا هون ارتباط، وهو الارتباط الطاقي يلي هو مرتبط كل شاكرة كوكب، وهاد اللي رح ناخده بعدين كيف الكوكب بمنحنا طاقة نتأثر فيها، ولحنا كيف نبرمج عليها من دون ما نعرف. قال الكوكب اللي بيمنح الأسير هو كوكب شو؟ كوكب زحل، زحل اللون الأسود، زحل. زحل مرتبط بشو؟ بالجزر. بالجزر. شو هو لونه؟ أسود. لون الموت. بدي واحد كيف لون الموت وهو قمة الصحة؟ الجزر هلا اللي عم نحكيها هلا الشاكرة. شاك. أسفل الظهر مرتبطة بلون الأسود وهو لون الجزر، وطاقة الموت حوالينا نحن. قال نحن انغلابنا رفض الموت فلحنا بصحة، والدليل صار عملنا 33 سنة وهذا السر. نفقد من أول ما منولد ناخذ لحنا، شوفوا كيف بتصير الحياة، رجل ومرأة اجتمعوا